نشر المهلكات الفال من عند الباترون قدها استاذ سي الحسان في خطر ناس وجدة في خطر قال ناس وجدة واحد واحد ما فيهم تالي في خطر قال لك الحضور اللي هنا في خطر مشيخة مرحبا بكم في خطر الشيخ شيبوب الخلادي ديال بركان خطر حبابنا الزينين الله يخلف سيدي علي عرب المريجه الناس الزينين اوليدي في خطر قالك ناس وجدة واحد واحد وناس بركان خطر قال الشاب الخلادي المشيخه ديال كرسيف قدها ويستاهلوا الشيخ ظلاميط والمجموعه ديالو في خطر ناس وجدة مرحبا بكم اللي بغى يريح مرحبا واه خطر الناس الملاح الله يخلف Yeah.